السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 6 أكتوبر، النهاردة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. واحد من الأبطال اللي خاضوا حرب أكتوبر المجيدة كان والدي رحمة الله عليه حامد محمود نور الدين، بدعو له بالرحمة والمغفرة، وأن ربنا يجعل هذا العمل العظيم والجهاد في سبيل الله في ميزان حسناته. وبسألكم الدعاء لوالدي ولجميع أبطال حرب أكتوبر ولجميع موتى المسلمين بالرحمة والمغفرة، وأن ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وميزان حسناتهم جميعا يا رب، ويتقل ميزانهم. وهو الآن بين يد الرحمن، وهو وحشني جدا. و السلام عليكم.